مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص للأحوال الجوية المتوقعة، استمرار الطقس المستقر، أيضا تظهر السحب العالية في المناطق الغربية، والطقس بشكل عام راح يكون حار بشكل عام، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل. مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستبقى تحت تأثير كتلة هوائية حارة نسبيا إلى حارة تؤثر على المملكة يوم غد وأيضا خلال الأيام القليلة القادمة، وهذا اللون الأحمر الغامق يمثل درجات الحرارة المرتفعة جدا والتي تمثل أو تؤدي إلى وجود أجواء حارة في معظم مناطق المملكة. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة الأجواء في الرياض معتدلة، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 24 درجة مئوي. أما الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، يوم الاثنين أجواء حارة نسبيا إلى حارة، العظمى المتوقعة 39 في الرياض، الأجواء في الليل معتدلة والصغرى 23. يوم الثلاثاء أيضا أجواء حارة نسبيا إلى حارة، العظمى المتوقعة 37 والأجواء ليلا معتدلة والصغرى المتوقعة 22 درجة مئوي. الأربعاء أيضا أجواء حارة نسبيا إلى حارة، العظمى المتوقعة 37 والأجواء ليلا بتكون معتدلة ودرجة الحرارة الصغرى 23 درجة مئوي. الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى في المدن المختلفة: سكاكا 34-19، تبوك 35-19، عرعر 32-18، أجواء حارة في النهار ولكنها معتدلة ليلا. المناطق الغربية أجواء حارة بامتياز، خاصة المدينة المنورة 40-22، مكة المكرمة 40-24، جدة 38-23، الطائف 32-20 درجة مئوي. المناطق الجنوبية الغربية أجواء معتدلة إلى غائمة جزئيا، الباحة 27-17، أبها 30-15، جازان حارة نسبيا 35-25 درجة مئوي. المناطق الشرقية أجواء حارة نهارا لكنها معتدلة ليلا، حفر الباطن 39-21، الدمام 35-19، الإحساء 39-19 درجة مئوي. المنطقة المناطق الوسطى بريدة 34-17، بريدة عفوا 38-22، حائل 34-17، والرياض 39-23 درجة مئوي. أعزائي المشاهدين في المملكة العربية السعودية، شكرا لمتابعتكم ونتمنى لكم أوقاتا سعيدة.